بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله معدنا النهاردة مع المحاضرة الثانية من كورس مصمم محترف. زي ما خدنا المرة اللي فاتت خدنا ازاي نسطب البرنامج وازاي نعمل الانترفيس الخاصة بينا. نبدأ بقى النهاردة ان شاء الله ناخد الفايل مينيو وهناخد التول بارز بتاع السيليكشن وهناخد تطبيق بسيط جدا ازاي نعمل مساحة عمل على شكل ديسكتوب نبدأ نطبق عليها شغلنا ان شاء الله. هنبتدي دلوقتي بالفايل مينيو هنشوف ايه الحاجات المهمة في القوائم ونعرفها وفي حاجات هنعرفها بعدين ان شاء الله بالشغل. اول حاجة قائمة فايل هنلاقي فيها حاجات مهمة. اول حاجة اللي هي زي اي برنامج في قائمة فايل بيبقى فيه نيو اوبن وكلوزد وفي سيف اس والسيف والبرنت والامبورت والاكسبورت الحاجات اللي هي ثابتة في اي برنامج. واحنا هنحاول نعرف الاختصارات بتاعت الحاجات ديت على قدر المستطاع عشان بتريحنا كتير في الشغل وبتوفر علينا وقت كتير وبتساعدنا ان احنا نخلص شغلنا بسرعة. فهنبدأ قائمة فايل اول حاجة هنلاقي فيها نيو. النيو ممكن نفتحها من هنا وممكن نقول برضو كنترول ان يفتح لنا نيو. لما بفتح قائمة نيو بيقول لي عايز اسمي الملف دوت اسمه ايه وبكتب الاسم اللي انا عايزه عادي مفيش اي مشكلة. وهنا البريسيت دي مقاسات ثابتة في البرنامج هو مسيفها عنده اوتوماتيك لو انا محتاجها بقدر ارجع لها في اي وقت. يا اما انا لو عايز اعمل مقاس مخصص لنفسي بكتبه عادي بكل سهولة. في عندنا العرض وعندنا الارتفاع وعندنا الريزولوشن مفيش اي مشكلة. ففي مقاسات ثابتة زي مثلا مقاسات الورق اللي احنا بنحتاجها زي الاي 4 وال اي 6 وال اي 5 وال اي 3 وال بي 5 وال بي 4 بي 3 والسي اكس والحاجات ديت كلها موجوده متسيبه. مجرد ان انا اختارها هو بيعمل لي مقاساتها اوتوماتيك اللي هو 210 ملم في 297 ملم والريزولوشن بتبقى 300. لو انا مش محتاج اعمل كده بختار كاستم عادي خالص وبكتب السايز اللي انا عايزه وبشتغل عليه. هو بيشتغل هنا دوت المقاس ودوت اليونت بتاعته. في احنا عندنا يونتين اساسيين بنشتغل عليهم. يعني بنشتغل على البكسل اللي هو لما بنكون عايزين نعمل حاجه ساعه نعملها ان شاء الله هتسيب على الكمبيوتر وهترفع على النت مثلا حاجات زي كده مش اللي هي هتطبع بمعنى اصح بنعملها بالبكسل على طول. ولو احنا عايزين نشتغل شغل مثلا هيطبع حاجات هتخش طباعه سواء بانرات سواء فصل الوان سواء بوسترات سواء برشور او اي حاجه من الكلام ده بنعملها بالسنتيمتر ونكتب المقاس اللي احنا عايزينه اللي هي هتبقى عليه ان شاء الله تطبع عليه ومفيش اي مشكله. يبقى احنا شغالين على يونتين يا اما البكسل او حاجات كلها على الكمبيوتر يا اما بنشتغل على اللي هو السنتيمتر لو حاجات هتطبع من خلال مكان الطباعة. تمام بكتب المقاس اللي انا عايزه ونفتح مثلا ملف بالبكسل نكتب المقاس ولنكن 1200 × 900 ماشي. الريزوليوشن دوت ايه؟ الريزوليوشن دوت دقة الصورة. اي صورة لها دقة معينة. يعني مثلا لو احنا فتحنا صورة كده عندنا اي صورة كده وزودنا جدا زودنا قوي 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 هنلاقي الصورة بتتكون من مربعات صغيرة. دوت المربعات الصغيرة ديت هي البكسل بتاع الصورة. يعني هي البكسل هو وحدة بناء الصورة بمعنى صح. المربعات الصغيرة اللي هي البكسل بتتكون جنب بعضيها وبتبدأ تكون بالصورة بوجه عام. فهو لما يقول لك الريزوليوشن بتاع الصورة مثلا انت عايز تفتحه كام احنا في عندنا ريزوليوشن على طول بنشتغل عليه اللي هو 300. لما نكون بنشتغل في حاجات هتتسيب برضه على الكمبيوتر وشغل نت والكلام دوت بنعمل ريزوليوشن 300. طب لو حاجة هتطبع مثلا حاجة زي هتطبع بنرات او كده بنشتغل 72 الريزوليوشن. يعني لو على طول بنشتغل 300 ماشي بيبقى 300 بكسل على الانش. طب لو الريزوليوشن زودناه عن كده يعني مثلا قلنا 600 يعني عدد البكسل اللي في الانش الواحد بدل ما بقى 300 لا ده بقى 600. بس دقة الصورة هتزيد جدا. بس برضو كل حاجة ولها عيوبها. لما بيزيد دقة الصورة قوي بيزيد السايز بتاعها. ولما اخزنها عندي على الجهاز او ان اجي اعمل لها سيف او ان اجي ان انا اشتغل عليها هلاقي الجهاز دي بيتقل معايا لان طبعا عدد البكسل زاد فعدد مساحة الملف بتزيد فكل حاجة بتزيد فبيقلل في سرعة الجهاز بيقلل في سرعة الشغل بتاعي. تمام بعد كده بنخش على الكالر مود. الكالر مود في عندنا تلاتة احنا شغالين عليها الجري سكيل والار جي بي سي ام واي كي. الجري سكيل لما اكون عايز اشتغل ابيض واسود ما بيقبلش حاجة غير ان انت تشتغل عليه ابيض. يعني لو انا عملت ملف في الجري سكيل وفتحت مثلا صورة عادية جنبه وسحبتها عليه
هو هيحولها لك اوتوماتيك ابيض بس، لان هو اصلا عنده في الجري سكيل لازم يكون كل حاجه ابيض، فهو انت حتى لو جبت له حاجه الوان بيخليها لك ابيض اسود عادي، ده في الجري سكيل. طب انا لو مش عايز اشتغل ابيض اسود ممكن اشتغل ايه؟ ممكن اشتغل في نوعين من الالوان، يا اما بشغل ار جي بي اللي هو الريد والجرين والبلو، يا اما بشغل سي ام واي كي اللي هي السيان والماجنتا واليلو والبلاك. طب ايه الفرق بينهم؟ الار جي بي دوت شغل اللي هو الحاجات الانترنت، او شغل اللي هو برضو الكمبيوتر بمعنى اصح، الحاجات اللي هي عدناها على الكمبيوتر والحاجات ديت مش هتطبق تشتغل ار جي بي، لان معظم الشاشات او طرق العرض بمعنى اصح على الكمبيوتر وكده بتشتغل بطريقه الار جي بي الثلاث الوان. لكن السي ام واي كي ده شغل الطباعه، لان الطباعه بيشتغل بنظام الفور هيد اللي هو الاربعه هيد بيطبعوا بينزلوا الحبر بيبقى فيه سيان والماجنتا واليلو والبلاك، فاي حاجه طباعه بشتغل سي ام واي كي، اي حاجه عدلناها ديجيتال وعدلناها على الكمبيوتر بنشتغل ار جي بي. ديت حاجات ديت المود كلر، مش هنحتاج غيرهم تلاتة مود كلر، يا اما ابيض واسود اللي هو الجري سكيل، يا اما الار جي بي، يا اما سي ام واي كي لو حاجه هتطب. وانا كده دلت اللي انا بختار، بكتب اسم اللي انا عايزه زي ما قلنا، المقاس اللي انا عايزه مثلا، وبعد كده بختار الريزولوشن قلنا 300 ثابته، الا لو في حاله واحده بس احنا بنطبع بنرات فبنعملها 72 عشان البنر يعرف يطبع في المكان الطباعه بتاعته مش اكتر. تك اوكي بيفتح لي ملف عادي خالص كده. ايه تاني في قائمه فايل اللي هنحتاجه؟ اوبن كنترول اول، انا عايز افتح ملف عندي اصلا اوريدي موجود، مش عايز اعمل ملف جديد، فانا بتك كنترول او من الكيبورد او بتك من فايل واروح جاي متك اوبن، بيروح جاي فاتح لي الصور الملفات مثلا، بعمل براوزنج من خلال هنا اهوت، وابدا اختار الملف اللي انا عايزه وبشغله عادي مفيش اي مشكله، يفتح معايا عادي مفيش مشكله. دوت قائمه فايل وده اوبن تمام. في براوز ان بريدج، قلنا ان في برنامج اسمه بريدج مع الفوتوشوب في السلطة اوتوماتيك، البرنامج دوت نظام متصفح للصور تبع شركة ادوبي، نظام متصفح للصور تبع شركة ادوبي، فيه منه ميني بيبقى جوه البرنامج زي كده، هو هنا دوت بيبقى معانا جوه البرنامج، وفي ان هو يفتح برنامج لوحده اصلا مستقل عن البرنامج يبقى مفتوح بتصفح في الصور، اول ما اتك على الصورة دبل كليك بيفتحها لي اوريدي على الفوتوشوب على طول لو انا عايز اعمل عليها ايديت او اي حاجة. دوت ادو اوبن از نفس اوبن بالظبط، برضو بتفتح وبتختار الصورة اللي انت عايزها مفيش اي مشكلة. عندنا ايه تاني؟ اوبن ريسنت، الريسنت ده كل حاجة انا فتحتها مثلا وعايز افتحها على طول بتبقى موجودة في الريسنت، انا فتح الصورة ديت قبل ما افتح على طول هلاقيها موجودة كذا 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 هلاقي. طب افرض انا مثلا فتحت الصورة ومش عارف هي فين معينها فين، بمعنى مجرد ان انا اشوفها في الاوبن ريسنت هلاقيها موجودة وابدأ اشغل افتحها عادي مفيش اي مشكلة. شير ماي سكرين وكريت نيو ريفيو الكلام دوت، قلنا دي حاجات متصلة بالشبكة بتاعت ادوبي، الشبكة اللي احنا قلنا ان حاجات متصلة ان احنا لو عايزين نعرض اعمالنا على الانترنت او نعمل مشاركة ليها والكلام دوت، دي حاجات كلها تلت حاجات دولت تبع الشركة ان شاء الله. قلنا اللي هي ادوبي كلاود اللي هي السحابة بتاعت ادوبي اللي هي قلنا فيها مشاركة الملفات وازاي تعمل شيرنج ليها وازاي تعرض اعمالك وهكذا، بس ديت حاجات خاصة بالنت. ايه تاني موجود؟ لو انا فاتح ملف مثلا وعايز اقفله ففي عندي كلوز اللي هنا وعندي كنترول دبليو، لو انا برضو اتكيت كنترول دبليو هنا هيقفل لي الصورة مفيش اي مشكلة. طب انا لو فتح اكتر من عمل بيظهر لي لما بفتح اكتر من صورة، نسينا اقول الكلام ده، انها بتظهر لي على شكل تابز هنا، يعني ديت الصورة الاولانية، دي الصورة التانية، دي الصورة التالتة، وممكن اتنقل عليها مجرد انا بتك عليها بتبقى فعالة، الفتحة هي اللي فتحها فعالة، والصورة اللون الغامق دوت يبقى الصور اللي هي مش فعالة معايا. طب بيتكتب ايه في التاب ديت؟ بيتكتب اسم الصورة وبيتكتب امتداد التسييف بتاعها اللي هي جي بي جي، وبيتكتب حجمها اللي هو كام في المية، يعني ده حجمها 66% من حجمها الطبيعي، وصيغة اللون اللي احنا قلنا ار جي بي دلوقتي لانها ده شغل كله نت وكمبيوتر، وبيشتغل 8 بت اللي هي عدد الالوان اللي شغالة في الصورة اللي هو 8 بت. ديت اللي بيتكتب في التاب بتاع كل صورة بمعنى صح، نلاحظ اهوت ار جي بي كلهم ار جي بي لانهم شغلهم كلهم كمبيوتر.
عايز اقفل كلوزد اول. يبقى انا اللي عايز اقفل الصور كلها، ممكن اتك الت كنترول دبليو هيقفل الصور كلها ومفيش اي مشكلة. ايه تاني مهم هنا؟ لما اكون عامل صورة وعايز سيفها وبتك سيف، لو انا عامل عليها اي افكت، يعني انا عملت مثلا جبنا براش وعملنا كده مثلا، هيفتح معايا ايقونة السيف لان انت عملت تأثير جديد على الصورة. لكن لو انا مثلا مش عملت اي حاجة على الصورة مش هتبقى متاحة اصلا ليا. لو انا فاتح صورة جديدة مش هتبقى متاحة اصلا ليا السيف لان انا مش عملت اي تعديل عليها. لكن لما سيف از مفتاح على طول كده متاح على طول، لان انت ممكن تغير الامتداد اصلا بتاع الصورة. هي الصورة جي بي جي، ممكن اسيبها بي بي سي دي. احنا بنحتاج ايه من الامتدادات دي دلوقتي؟ محتاجين دلوقتي البي اس دي اللي هو اول حاجة، اللي هو امتداد الفوتوشوب اللي هو بيسيب لك الصورة بكل لايراتها بكل حاجة مكونة ليها. وعندنا الامتداد التاني اللي هنشتغل عليه دلوقتي اللي هو الجي بي جي، اللي هو بيحفظ صورة عادية خالص جدا للعرض بمعنى اصح. احنا لما نكون عملنا سيف از بيقول لك اكتب الفايل نيم عايز تسميه ايه، وعايز تختار الامتداد اللي تسيبه فيه، وتختار المكان اللي انت عايز تسيبه فيه، بتروح جاي مختاره وحطه في المكان اللي انت عايزه. سيف فور ويب اند درايفر، لا مش محتاجين دلوقتي. والامبورت والاكسبورت ديت هنحتاجها ان شاء الله زي ما قلنا في الجزء اللي هنشرح فيه الاظهار المعماري. هنحتاج ان احنا نعمل امبورت واكسبورت عشان نستقبل من الكاد الملفات عشان نبدا نعمل لها الواجهات، وبعد كده نصدرها لي تاني عشان نعمل لها الفينيشنج وكده الحاجات دي. ايه تاني؟ البرنت والبرنت وان كوبي ديت هنعرفها بعدين. اعدادات البرنت، اعدادات البرنت عادي زي اي برنامج. والاكزيت كنترول كيو اللي هي زي اي برنامج خالص، نعمل اكزيت للبرنامج يروح قافل البرنامج. ولما كنا انا فاتح مثلا شغل جواه هيقول لك لما تتك هيقول لك انت محتاج تسيب ولا لا. لو انت عامل ايديت على الصورة، يعني انت لو معدل على الصورة حاجة مثلا، عملت شغل على البرنامج وانت مثلا اتكت له اكزيت البرنامج من غير ما تسيب الشغل بتاعك، هيقول لك انت فعلا عايز تسيب البرنامج ولا لا. نروح جايين فاتحين كده عاملين تيست عشان نشوف احنا عاملين بنعمل ايه. عملنا مثلا اي حاجة كده سيلكشن وعلناها وديسلكت، لما اجي اقول له اقفل البرنامج هيقول لك انت محتاج تسيف الشغل اللي انت عملته على الصورة، يس ولا نو ولا كنسل اصلا امر السيل اللي انت تقفل البرنامج. انا عايز اسيف بتكة اوكي، بيسيفها لي على الصورة القديمة اللي هي اللي انا فاتحها من عليها بمعنى اصح. طب لو انا مش عايز بتكة له نو بيقفل برضه مفيش اي مشكلة، لو اتكت له كنسل هيدا انه فتح البرنامج معي. دي قائمة فايل او القائمة معنا. نخش على قائمة ايديت. ايه قائمة ايديت فيها ايه؟ لو انا فاتح مثلا فيها حاجات كتيرة مهمة، يعني فيها لو انا عامل سيلكشن مثلا كده وعايز اعمل له كات بيبقى معايا، اعمل له كات يروح جاي عطاهول. لو انا لا عايز اعمل له بيست الاقي بيست اصلا متفعلة معايا، اروح جاي حاططها هنا هيبدأ يبقى معايا ايه اللي انا عملت لها كات هيعملها لي بيست عادي مفيش اي مشكلة. طب ايه تاني برضو موجود في قائمة ايديت؟ انا عملت مثلا كات والكلام دوت وعايز ارجع للصورة الاصل، انا مش عاجبني اللي انا عملته ده، انا خلاص مش عايزه، فبعمل ايه؟ عندنا هنا ستيب فورورد وعندنا ستيب عندنا ستيب فور فورورد وعندنا ستيب ايه باكورد، لان احنا لو عايزين نرجع خطوه لورا عايزين نطلع خطوه لقدام. فاحنا لو عايزين نرجع خطوه لورا بنعمل ايه؟ احنا قلنا لو عايزين نرجع اكتر من خطوه، عايزين نرجع خطوه واحده بس لورا بنتكل كنترول زد. طب انا لو عايز ارجع اكتر من خطوه، انا مثلا عملت كذا حاجه وعايز ارجع في كل الكلام ده مش عاجبني، انا عايز ارجع للاصل بتاعي، فبقى بتكل كنترول والت وزد ارجع خطوه، زد كمان مره وانا ايدي على الكنترول والالت يرجع كمان مره، كمان مره يرجع للاصل اللي احنا عايزينه، كمان مره يرجع يشيل السلكشن اللي احنا عملناه. يبقى لو انا عايز اعمل ارجع اكتر من مره لورا بعمل ايه؟ كنترول والت واتكه زد، كمان مره ارجع كمان مره، كمان مره يتكه كمان مره، هكذا. فانا على طول بستخدم ايه؟ كنترول الت زد، مش محتاج بقى احفظ، يعني مش محتاج لو انا حتى هشتغل ارجع ورجع واحده بس لورا اعمل كنترول، لا انا اعمل كنترول الت زد برضه حتى لو انا عايز ارجع خطوه واحده بس لورا. طب انا لو عايز اطلع خطوه لقدام بعمل ايه؟ ستيب فورورد شيفت وكنترول وبتكه زد، يعني انا شيفت وكنترول وزد يطلع لي خطوه لقدام، تكه تاني هيطلع لي كمان خطوه لقدام، كمان خطوه لقدام، هكذا. يعني انا عندنا دلوقتي حاجتين مهمين، كنترول والت وزد ارجع كذا خطوه لورا على حسب ما انا عايز. طب وشيفت وكنترول وزد اطلع كذا خطوه لقدام على حسب برضو ما انا عايز.
ايه تاني مهم هنا؟ ايه تاني مهم هنا؟ لو انا عامل مثلا سيلكشن، انا عايز ارجع طبعا للصورة الاصلية، فبعمل ايه؟ كنترول والت وزد، ارجع حد رجعنا للصورة الاصلية. طب انا لو عايز اعمل مثلا سيلكشن زي كده، اروح جاي اعمل سيلكشن للصورة اللي انا عايز اعمل سيلكشن الحتة دي، وعايز مثلا املاها بلون معين. يعني انا عايز اعمل لها فيل باللون اللي هو هنا. احنا عندنا لونين على طول في الفوتوشوب ديفولت، عندنا لون بيبقى الباك جراوند اللي هو اللي تحت الابيض دوت، وعندنا اللون اللي هو اللي فوق اللي هو التوب جراوند اللي هو بيبقى الطبقه العلويه بمعنى صح. طب انا لو عايز ابدل بين اللونين، يعني انا بختار مثلا لونين وعايز ابدل بينهم، في سهم اهو تلاقي براسين متكين عليهم هيبدل ما بينهم على طول. طب انا لو عايز ارجع للديفولت اللي هو الاسود وابيض، في ايقونه صغيره اسود وابيض اتك عليها هيرجعهم لي ابيض واسود زي ما كانوا في الاول اللي هو الديفولت بتاع البرنامج. تمام، فانا عملت هنا سيلكشن وعايز اعمل له في عايز املاه بمعنى صح باللون اللي هو الموجود معايا في التوب، مش اللي هو الباك جراوند اللي هو الاسود بمعنى صح. فالاول ما اعمل له فيل هيقول لك انت عايز تملاه بايه، هتقول له انا عايز املاه بالفور جراوند، هيروح مليه بالاسود اهو. تمام مفيش مشكله كده. انا عايز اعمل فيل لاي حاجه انا اعمل لها سيلكشن، بيبدا يعمل لي فيل ليها بكل سهوله من قائمه الايديت. طب انا برضو عايز ارجع طبعا باك، كنترول والت وزد، عايز اعمل للسيلكشن دوت حدود اطار، يعني اطار يحدده من غير ما املاه عادي هو زي ما هو كده مفيش فيه فيل، لا عايز اعمل له اطار بس. فبروح جاي اعمل ايه؟ اتكه في السروك، هيقول لك انت عايز السروك ده كام بكسل، هقول له انا عايزه مثلا 3 بكسل، هيعمل لي السروك حجمه 3 بكسل. اعمل دي سيلكت الاقي فيه فعلا السروك اهو على الاطار اللي انا كنت عامله كام سمكه 3 بكسل بالظبط، وجوه مفيش اي مشكله، مفيش فيها فيل ولا حاجه ولا عمل لنا اي حاجه، هو بس بيعمل لنا ستروك على حوالين الاطار اللي احنا كنا عاملينه. ايه تاني في القائمه دي محتاجينه؟ ديفاين باترن هنعرفها بعدين، وكلر سيتنج بعدين. فاكرين في المحاضره الاولانيه لما قلنا ان احنا لو عاوزين نعمل شورت كات خاصه بينا ونسيبها ينفع في البرنامج، لان في شورت كات مثلا انا عايز اغيرها مش عجباني عايز اعمل شورت كات خاصه بيا والكلام ده، بنخش عليها من هنا، بنروح داخلين على قائمه اديت، نروح داخل على كيبورد شورت كات، وبيفتح لي قائمه الشورت كات والمنيو. فانا لو عايز اغير مثلا في المنيو بشوف في حاجات عايز اخفيها وعايز اظهرها مثلا، بروح جاي مختار المنيو، عايز اخفي مثلا اني اروح جاي ممكن اخفيها فيزابيلتي، اروح جاي خفيها، اروح جاي مظهرها، اشيل العين ديت تختفي، اشيل مثلا انا عايز اشيل كلمه نيو مثلا، فالاقيها اروح متك شايلها من هنا كده ومتكي اوكي. بس هلاقي لما افتح مش هلاقي قائمه نيو اصلا اللي هي المفروض موجوده معايا. طب لو عايز ارجعها تاني، اروح جاي فاتح كيبورد اند شورت كات، اروح جاي فاتح المنيو، هلاقي هنا العين ماشيه، انا اروح متك عليها، راح كتبت موجوده معايا. طب انا لو عايز اغير الشورت كات، انا مثلا عندي في قوائم مثلا اللي هو قلنا ستيب فورورد، قلنا شيفت وكذا وكنترول وزد، لو انا عايز اغير الاختصار ده بروح جاي متكي واكتب الاختصار اللي انا عايز اختاره، واروح جاي اعمل له اكسبت، وبعد كده بتكل وجاي. طب احنا بنفضل نعمل حاجه نعمل نلعب في الحاجات دي ولا لا؟ لا، يعني انت المفروض ان انت راجل بتحفظ الاختصارات، مش بتحفظ الاختصارات من كتر الشغل بتاعك بتتعود على الاختصارات الجديده، فبعد كده بتبقى سهله وبسيطه معاك، لان انت مش معرض ان انت تروح تشتغل على جهاز غير جهازك مثلا في يوم من الايام في حاجه على السريع عايز تعملها، فبتبقى طبعا حافظ الاختصارات الجنرال في البرنامج، فبتقدر تطبقها بسهوله، بدل مثلا ما تبقى عامل اختصارات معينه مش تعرف تشتغل غير على جهازك، تبقى محكوم بحاجات معينه. فانت لا، انت بتتعود على الحاجات اللي هي الاساسيه في البرنامج اللي كل الناس شغال عليها، عشان تبقى اسرع برضو لو انت اضطريت تشتغل على جهاز حد تاني، اضطريت تبقى بره وعايز تعمل ديزاين سريع، فبتبقى عارف الاختصارات وبتبدا تنجز في الوقت معاك. ايه تاني هنا؟ برفورمانس دي هنعرفها بعدين، دي خصائص البرنامج وحاجه مهمه جدا ان شاء الله بس هنعرفها بعدين. ايه تاني؟ الايمج، قائمه الايمج فيها حاجات يعني تلات اربع حاجات مهمة. ايه اول حاجة؟ المود بتاع الايمج. احنا قلنا ان احنا المود بتاع الايمج تلات حاجات احنا بنشتغل عليه، اللي هو الجري سكيل يا الار جي بي يا سي ام واكي. طب افرض انا جات لي اصلا صورة مثلا امتدادها ار جي بي وعايز اغيرها، هي عايزة تطبع مثلا هتطبع هتخش طباعة، فانا عايز اخليها سي ام واكي، فانا بعمل ايه؟ هي دلوقتي ار جي بي، فبروح داخل على الايمج، بروح داخل على المود، بروح بدل ما هي ار جي بي خليها سي ام واكي، فيبدا يحولها لي سي ام واي كي. الاحظ ان هنا بقى الكالر مود بتاعها سي ام واي كي، سي ام واي كي هنا اهوت
باين معي. يبقى انا لو انا مثلا صوره جايه لي اصلا بصيغه معينه مثلا وانا عايز اغيرها عشان سواء هتخش طباعه او هي مثلا سيم وركبه عايز تتشغل عايز ارفعها او كده، فانا بعمل لها اغير لها المود بتاعها، فبخش على المود من هنا ايمج مود، الاقي عندي كل المودز المتوفره في البرنامج، اختار احنا قلنا بنشتغل يا اما ار جي بي يا اما سيم وركبه يا اما الجري سكيل اللي انا عايز اشغلها بالاسود، اروح متكي مثلا اوكي اهو هيبدا يحولها للصوره ابيض واسود مفيش اي مشكله. دوت قائمه ايمج. ايه تاني؟ ادجستمنت ديت خاصه بالالوان والشغل على الصور، هنعرفها بعدين سواء الليفل والكيرفز والكولور والكالر بالانس والكلام ده والانفرت والكلام ده كله هنعرفه بعدين. طب ايه تاني؟ الام سايد. الام سايد دوت بيوريني حجم الصوره سواء بالبكسل وسواء بالسنت اللي احنا شغالين عليها، قلنا لو هو يعني المقاسين بمعنى اصح بيوضح لنا ان هو حجمها بالبكسل، هو نفس الحجم بالسنت كذا بس هو بيحوله لك بمعنى اصح، وبيبقى قافلهم مع بعض لان الريزوليوشن بتاع الصوره قال كده 300. طب انا لو عايز ازود حجم الصوره، يعني انا لو عايز اكبر حجم الصوره مثلا اخليه اكبر من كده، اعمل ايه؟ اروح جاي في هنا كونفيس سايد، فاروح جاي مزود الحجم. انا عايز ازود الحجم هنا مثلا بدل ما هو 11:56 لا بخليه مثلا 13، واروح جاي مزود هلاقي الحجم بقى 13 وزاد فعلا، بس الصورة اللي هي ده الباك جراوند بمعنى صح، لكن الصورة اللي انا شغال عليها مقاسها زي ما قلت. انا اللي عايز اكبرها، احنا قلنا في قائمة ايه اديت نسينا نقولها، اللي هو في حاجة اسمها الفري ترانسفير، اللي هو اللي انا عايز لو انا عايز احرك صورة او عايز اعمل لها روتيشن اعمل لها موب او اي حاجه من الكلام دوت، في حاجه اسمها الفري ترانسفورميشن، بروح جاي مختارها من هنا بيعمل لي فري ترانسفورميشن للصوره اللي انا حدودها هي تقدر اكبر واصغر منها الصوره زي ما انا عايز. الحدود ديت لو بكبر واصغر زي ما انا عايز سواء من هنا او من هنا او من هنا او من اي حته. طب انا لو وقفت بره لحد كده بعيد عنه بشويه هلاقي في سهم اللي هو بيعمل لي روتيشن، بيظهر لي سهم كده ليه ناحيتين ليه راس من ناحيتين، فاقدر اعمل منه روتيشن دوران. الدوران ده بيبقى حوالين مركز الصوره اللي هو هنا الكره دي. طب انا لو عايز اغير مركز الصوره اخليه مثلا هنا اهو حطيته مثلا احطه في هنا اهوت اهو شايف زي ما شايفين اهوت، فانا عايز اعمل اخلي المركز ده ودورت مثلا الصوره من هنا هيدور حوالين المركز بتاعها اللي هو النقطه اللي انا حركتها دهيت اللي هي عايز ارجع تاني زي ما بنقول كنترول والت وزد تك اسكيب هيطلع لي من الامر اصلا لو انا مش تكيت انتر. تمام، دوت الفري ترانسفورميشن، دوت اختصاره كنترول تي، وده الحاجات المهمه جدا اللي احنا بنحتاجها. كنترول تي بيعمل لي فري ترانسفورميشن، ممكن احرك اكبر الصوره زي ما انا عاوز اصغر زي ما انا عايز. طب لو انا عايز اكبر بس من غير ما الابعاد، يعني انا كده بكبر السكيل بتاع الصوره بيبوظ خالص، فانا لو عايز اكبر بنفس واصغر بنفس السكيل فبعمل ايه؟ بتك على الجنب اللي انا عايزه احد الكورنر اللي انا عايزه وبتك شيفت وانا بصغر بيصغر بنفس السكيل، يعني بنفس الطول والعرض النسبه بينهم بتنها ثابت بيدنه ثابت 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 طول ما انا متكي على شيفت وبسحب بيدن محافظ على السكيل بتاع الصوره ما بغيرش. يبقى انا اللي عايز احافظ على السكيل بتاع الصوره وانا بكبر واصغر بتك على شيفت وانا بكبر او بصغر في الفري ترانسفورميشن. طب ايه تاني مهم هنا؟ طب انا لو عايز اعمل فري ترانسفورميشن كده وعايز اعمل روتيشن مثلا، في الاقي كده قايمه الفري ترانسفورميشن هيقول لك انت عايز تعمل لها سكيل او روتيت او مثلا وورب او فليب هوريزونتال او فليب فيرتيكال. تمام، يبقى انا لو عايز اعمل روتيت ممكن اخش من اديت واعمل لها روتيت، موجود عندي الروتيت 180 90 ودرجه كاونتر كلوك وايز ولا مع قارب ساعه وعكس قارب ساعه. فانا لو عايز اعمل مثلا روتيت برضو لو اتكيت كليك يمين هيظهر لي نفس الاوبشن اللي موجوده جوه في القايمه من جوه، فانا ممكن اشتغل من هنا مثلا لو عايز اعمل 180 درجه بيعمل روتيت 180 درجه، طب انا لو عايز اعمل روتيت 90 درجه بيعمل روتيت 90 درجه، طب انا لو عايز ارجع بكنترول بطلع اسكيب لو انا مش اتكيت انتر، طب انا لو اتكيت انتر وعايز ارجع بنعمل ايه؟ زي ما قلنا كنترول تي وبعد كده نروح عامل 180 كده عايزين نرجع كنترول الت زد نرجع عادي مفيش اي مشكله. طب في انا عملت كنترول تي عملت فري ترانسفورميشن عايز اعمل فليب هوريزونتال، عارف انت لما نحط مرايه في النص ونشقلب الصوره حواليها نفس القصه زي ميرور كده في الاوتوكاد بمعنى اصح، فري هوريزونتال بيعمل لي ميرور حوالين الاكس اللي هو الاكس بتاع الصوره بمعنى اصح. طب انا لو عايز اعمل فري فيرتيكال هيعمل لي حوالين محور الاكس، يعني هو فري هوريزونتال بيعمل لنا حوالين محور الواي. طب لا ده انا عايز حوالين الفيرتيكال بيعمل لي حوالين محور الاكس، هيعمل لي لفف الصوره حوالين محور الاكس بمعنى اصح هيعمل لي ميرور ليها حوالين محور الاكس. دوت
قائمة الفري ترانسفورميشن، دي مهمة جدا في قائمة edit نسينا نقولها. ودخلنا على الايمج، قلنا اه الايمج روتيت. لو احنا كنا شغالين بقى على الصورة على بعض، يعني الصورة على بعضيها، عايز اعمل لها روتيت، يعني بدل مش عايز اعمل اللي هو الصورة اللي هي العادية، لا ده انا عايز اعمل للباك جراوند اصلا كلها روتيت. فانا بختار من هنا روتيت واختار 180، هيبدأ يعمل لي روتيت للشكل دوت ككل. طب انا عملت له روتيت 90 درجة، اه لا ده قلب لي اصلا الباك جراوند، يعني الصورة بدل ما هي ارتفاع كذا في كذا، لا ده هو قلبها لي خليها لي كذا في كذا. بمعنى اصح دوت الايمج روتيشن. مش محتاجين حاجة تاني في قائمة ايمج، خلاص كده. عايزين نرجع تاني طبعا، بنروح كنترول الت زد كنترول الت زد كنترول الت زد لحد ما نرجع للصورة الاصلية اللي احنا كنا عليها. قائمة لاير، قائمة لاير هنلاقيها معانا هنا، هي اللي احنا الباليتس اللي احنا قلنا هنحتاجها وهنشتغل عليها كتير جدا ديت، وهنتعرف عليها بعدين. كل حاجة في قائمة لاير هنا موجودة هنا في الباليت هنا، بس على شكل ايقونات وبطريقة مختصرة، احسن بكتير من ان احنا نتعامل معاها على انها مثلا من القائمة من هنا ونروح نجيب كل امر بالظبط. لا احنا هنا هنتعامل عليها من، هنتعامل معاها من هنا وهنبدأ نتعرف عليها، بس مرة تانية مرة جاية يعني مش دلوقتي. فننتقل للقائمة اللي بعديها السليكشن. لو انا عامل السليكشن لو انا عايز اعمل سليكت كل حاجة من الصورة كلها، يعني انا دلوقتي فتحت الصورة وعايز اعمل لها سيلكت اول، فانا لما اكون عايز اعمل سيلكت اول بعمل ايه؟ اي برنامج عامه كنترول ايه بيعمل سيلكت، وهنا فعلا في الفوتوشوب بيعمل برضه كنترول ايه بيعمل لنا سيلكت، لان في حدود الصوره ايه باينه معايا، عمل سيلكشن على حدود الصوره كلها، هو كده محدد لي الصوره كلها. طب انا لا انا مش عايز اعمل سيلكشن للصوره كلها، ففي في السيلكشن حاجه اسمها دي سيلكت كنترول دي، يعمل لي دي سيلكت الحاجه. يعني انا حتى لو محدد مربع زي كده وعملت كنترول دي هيعمل لي دي سيلكت. طب انا لو كنت عامل سيلكت اول مثلا كنترول ايه وبعد كده عملت كنترول دي، اه يشيل لي السيلكشن كله من عليه، تمام. طب انا لو عامل مثلا سيلكشن بالشكل ده وانا مش عايز، هو كده عامل سيلكشن للمستطيل اللي جوه اللي هو الحاجه اللي جوه السيلكشن انا عامله ده، لا انا عايز يعكس لي السيلكشن، يعني يبقى اللي متحدد الجزء الخارجي واللي جوه ده هو اللي مش متحدد. طب نعمل ايه هنا دلوقتي؟ ممكن نعمل انفرس للسيلكشن، يعني انا عايز اعمله دلوقتي اقلب السيلكشن بمعنى اصح، يعني بدل ما هو اللي جوه هو اللي متحدد، لا اخلي كل اللي بره هو اللي متحدد واللي جوه هو اللي مش متحدد. ففي حاجه اسمها ايه؟ inverse selection inverse shift control i، شيفت كنترول اي الاقيه عامل لي دي سيلكت للي جوه وعمل لي سيلكشن اللي بره كله ما عدا الحته اللي انا كنت محددها، فدوت اسمها انفرس. كنترول شيفت اي بيعمل لي انفرس للسيلكشن ده. استفيد منها في ايه؟ لو انا مثلا عندي حاجه صغيره جدا حاجه كبيره جدا عايز اعمل لها سيلكشن، وفي حته صغيره بس هي اللي عايزه اشيلها، بحدد الحته الصغيره ديت واعمل انفنس ليها، فبيحدد لي الحاجه الكبيره كلها اللي انا عاوزها وخلاص. بمعنى اصح السليكشن مش ضروري يبقى مربع، احنا لسه هنعرف ازاي نعمل سليكشن بادوات السليكشن كلها وازاي نقطع من خلالها برضو. طب ايه تاني في السليكشن واللاير كلر؟ مش محتاجين حاجه تاني. الفلاتر ديت بتديني افكت على الصوره، يعني انا مثلا فاتح صوره محتاج اعمل عليها افكت، فانا لو عايز اعمل على الصوره افكت بسرعة الفلتر دي بتبقى حاجة جاهزة، مجرد انها بتعمل افكت على الصورة بسرعة بمعنى صح. فاحنا ممكن نجيب مثلا صورة معانا نروح جايين فاتحينها ونبدأ نروح جايين مختارين فلتر، وفي عندنا بقى دي الفلاتر كلها، ممكن اخش عليها من الفلتر الجاليري هيفتح لي الفلاتر كلها. ايه الفلاتر كلها؟ ممكن اروح مصغر الحجم كده عشان اشوف الصورة قصادي، وقعد بقى افتح كده الفلاتر واقلب فيها، يعني ده ستايل يديهولك على الصورة، في حاجات زي كده، في حاجات دراي راش حاجات زي كتيرة يعني هنتعرف عليها بعدين. وانت ممكن تفتحها دلوقتي وتقلب فيها وتشوف ايه الحاجات اللي انت هتوصل له، يعني بس احنا هناخدها بعد كده بالتفصيل ان شاء الله في الفلاتر. analysis مش بنحتاج منها حاجة، غير يعني مش هنحتاج منها حاجة دلوقتي هنعرف بعدين الكلام دوت. هنحتاج بس منها المسطرة لو عايزين نقيس حاجة، بيقيسها لك ويكتب لك المقاس فوق اهوت هنا، لو عايزين نقيس حاجة رأسي برضه او افقي او الكلام ده طبعا مايل هكذا يعني. 3D، قائمة 3D ديت شغل 3D في الفوتوشوب، بس انتوا بالنسبة ليكوا كعمارة انتوا مش هتحتاجوها هنا، لان انتوا اي حاجة 3D هتشتغلوها على 3D ماكس بيبقى اسهل واحسن، وهو اصلا شغلانة 3D بتشتغلها معظم الشغل بيبقى على 3D ماكس بيبقى افضل بكتير يعني.
قائمة فيو بتبقى ايه الحاجات اللي احنا محتاجينها هنا، مش محتاجين غير الزوم ان. بيقول لك لما انا عايز اكون ازوم على الصورة، الرايت بتاعت الزوم بمعنى صح، الزوم زوم ان كنترول بلس كنترول بلس، هذا ازوم عادي، هيزوم معايا مفيش اي مشكلة لحد ما يوصل لاكتر تزويم اللي هو 3200%. بمعنى طب انا لو عايز اعمل زوم اوت كنترول زائد النيجاتيف اللي هو نطرح بمعنى صح، يبدأ يصغر معايا يصغر معايا لحد واقل من 1% كمان، ده هو 0.25%. طب انا لو عايز اعمل فيت للصوره في الشاشه، يعني انا فاتح مشروع وعايز اعمل له فيت في الصوره في الشاشه كلها اللي انا عايز للمشروع اللي انا فاتحه قصادي، فبتك كنترول واحد يعمل لي اللي هو حجمها الطبيعي اللي هو 100%. طب انا لو عايز اعمل لها فيت كنترول وزيرو يعمل لي فيت في الشاشه، سواء بقى هيوصل حجمها مثلا دلوقتي 75.8%، سواء هيوصل حجمها ايه، هو بيعمل لك فيت للصوره في الشاشه بحيث انها تبقى واضحه قصادي. طب انت لو عايز تفتحها بحجمها الطبيعي كنترول واحد يفتحها لك بحجمها الطبيعي، نلاحظ ان الحجم بقى 100% هنا دلوقتي، ولاحظ ان الفيو اهي الاختصارات كنترول واحد اللي هو الاكشوال بيكسل، والفيت اون سكرين اللي هي كنترول زيرو، والكنترول نيجاتيف يدينا زوم اوت، والكنترول بلس يدينا زوم ان. ديت اللي احنا محتاجينه من قائمة فيو. نخش على قائمة ويندوز، احنا خدناها قبل كده وقلنا احنا لو محتاجين نظهر حاجة من الادوات او الباليت اللي هي هنا ممكن نظهرها مفيش اي مشكلة. قائمة الهلب زي اي برنامج الفوتوشوب بيوفر لك طبعا هلب محترمة جدا، ممكن لو احتاجت اي حاجة كنترول اف واحد تفتح الهلب مفيش اي مشكلة، وهتبدأ بقى تبحث عن اي حاجة انت عاوزها، تشوف انت محتاج ايه تبحث عنه مفيش اي مشكلة. نفتحها اهو نشوف هيقول لنا ايه، يقول لك انت محتاج بس تسطب برنامج الادوبي اريا وبعد كده هتسطبه ومفيش اي مشكله، بعدها هيفتح لك الهلب بتاع البرنامج. ديت الادوب بريدج اللي احنا قلنا البرنامج اللي هو قلنا ممكن يتفتح من هنا هو براوز ان بريدج، هو برضه عامل لك ايقونه هنا بره عشان لو انت عايز تشغل الادوب بريدج من على طول تتك هنا يفتح لك البرنامج. طب انت لو عايز تفتح المنيو، لو اتكيت هنا هيفتح لك المنيو جوه البرنامج بس. لو عايزين بقى الشو جريد، لو انا عايز مشروع وشغال بيمسح حياته ومحتاج شبكه اقدر اشتغل عليها، ففي هنا حاجه اسمها شو جريد، فبيظهر لي هنا شبكة اقدر اشتغل عليها وتساعدني في شغلي كتير جدا. الشبكة وهمية مش بتظهر معايا اثناء الطباعة، بتبقى موجودة هي لو انا عشان المقاسات وبقسمها براحتي برضو طبعا انا اعرف ازاي نقسمها بعد كده، بس هي شبكة وهمية بتساعدني في شغلي لما اكون بشتغل بمقاسات وسكيل والكلام دوت. وشور والمسطرة بمعنى صح، لو انا عايز مسطرة على الجنب كده تظهر معايا وابدأ اسحب منها خطوط، مثلا انا عايز مثلا ادي واحد، انا عايز مثلا 10 كده اتنين، اروح جاي واقف عند اتنين اهوت، يروح عامل لي خط وهمي برضو مش هيظهر في الطباعة ولا هيظهر في التزيير في السيفنج للصورة ولا اي حاجة. خطوط وهمية بمعنى صح، عايز اعمل خط برضو رأسي، لا يعمل لي خط رأسي اهوت، ابدأ اعمل الحاجة اللي بالرول اللي انا عايزه وبرضو بالجريد اللي اقدر اعمل الحاجات اللي انا عاوزها بحيث انها تساعدني في شغلي. وبعد كده ممكن اشيلها كده ان انا متكة حرف البي او اللي هو الاداة المفتول، اروح جاي متكة لحد ما يبقى فيه سهمين راس، سهمين الواحد فوق واحد لتحت، اروح ساحبها واديها على الرول بتاعتها، واروح ساحبها واديها على الرول بتاعتها، تبقى اختفي غلط مش عايز اشوفهم الاتنين، واروح جاي داخل من هنا وشو جريد اروح شايلها، شو رول اروح شايلها، يبدا مش يظهر لي الرول ولا الجريد بمعنى صح. طب ايه القايمه اللي بعديها؟ ديت الزومنج بمعنى صح. انت دلوقتي الصوره 77.9، انا عايز اخليها 100%، تكه هنا مجرد انها تكه بس تكه واحده يعمل لي فيتو ايه اللي هو الاكشوال بيكسل اللي احنا كنا قلنا اختصاره ايه، كنترول واحد بمعنى صح، كنترول واحد. يبقى انا لو قلنا كنترول واحد او جينا من هنا كنا على 100% هيشغل. طب انا عايز اعملها 200% مثلا، بيبدا برضه يعمل لي زوم 200% والكلام ده. دوت طريقه العرض، لو انا فاتح اكتر من صوره مثلا، فاتحين مثلا عده صور زي كده، الفوتوشوب سي اس 5 في طريقه العرض بتختلف، اللي هي اللي هو قلنا طريقه العرض ديت ان احنا قلنا كل صوره بتبقى ليها بانل بتاعتها فوق نقدر نتنقل بينهم بكل سهوله. زمان كان بيفتحها لك فوق بعضهم بمعنى صح زي البرامج العاديه، كانك فاتح اكتر من صوره بعض فبتتنقل عليهم، تقفل ديت وبعد كده تفتح دي هكذا يعني. لكن ده دلوقتي بقى كله قصادك ممكن تتنقل بينهم بكل سهوله، وكمان ممكن تفتحهم في الشاشه بكذا طريقه، يعني مثلا ممكن نعملهم شبكه، يعملهم لك شبكه مع بعضهم، ممكن نعملهم مثلا
عمدان بمعنى اصح، يبقى لو كان هم عمدان زي كده ممكن نعملهم اتنين في الصورة، نفتح صورتين مع بعض نشوف احنا الصورتين اللي يناسبونا ونفتحهم نشوف احنا عايزين نعمل ايه هكذا. يعني في حاجات كتيرة، بس احنا طبعا بنشتغل على اللي هو العادي خالص، ولما عاوز اتنقل بينهم بتنقل من فوق بكل سهولة مفيش اي مشكلة. هنا هو بتكة تكة واحدة بيبدأ يفتح الصورة. طريقة العرض بيبقى هنا ستاندر سكرين مود وعندنا فول سكرين مود. لو انا اتكيت فول سكرين مود ايه اللي هيحصل؟ هيبدا يشيل قائمه الصور ويشيل كل الحاجات الزياده اللي هو مش محتاجها، ويبقى انا مش فاتح غير البرنامج بس دلوقتي، يعني انا مركز مع البرنامج بس مش شايف اي حاجه عن الحاجات التانيه معايا ديت اللي هي الفول سكرين مود. طب فول مود ويز منيو بار، ده المنيو بار الحاجات اللي هي التولز معانا بتبقى ظاهره على المنيو شويه معايا. طب انا لو اتكيت له فول سكرين مود على بعضه هيبدا يقول لك انت عايز تعمل فول سكرين، اقول له هيبدا يظهر لك صوره فقط بس هي اللي معاك، مش هيظهر لك حاجه غير كده، يعني مش هيظهر لك اي حاجه غير الصوره بمعنى اصح. هيبدا الصوره لو دي طريقه العرض للعميل، لما انت بتبقى عامل تصميم عايز توري للعميل بتوري له بالطريقه دي، بتبدا توري له الفول سكرين مود، بيبقى مش في اي حاجه تشد تركيزه في الشاشه غير اللي هو التصميم بتاعك، يبدا يقول لك رايه ويشوف لو في ملاحظات عليه او كده. طب انا عايز ارجع للوضع الاساسي اتك اسكيب. طب ايه الاختصار للكلام دوت في الكيبورد؟ برضو اف اتك اف هينتقل للفول سكرين مود ويز ايه المنيو بار. طب انا لو اتكت اف كمان مره هيظهر لي الفول مود، ولو انا اتكت اف تاني يرجع للاصل. بس دي الحاجات اللي احنا محتاجينها هنا. ايه تاني هنا قلنا ديت؟ لو انا طبعا عامل في ورك سبيس باسمي بيظهر لي اسمي وبيظهر لي الورك سبيس الثانيه. في حاجه نسينا نقولها المره اللي فاتت، لو انا اخترت مثلا القائمه اللي هي موجوده اصلا اوريدي موجوده اللي هي 3D مثلا، هيبدا يفتح لي قائمه 3D، ولما انا اقفلها مثلا وافتح الفايل والنيو الكلام دوت هبدا الاقي هو اصلا، يعني انا هختار 3D مود ماشي هيفتح لي هو 3D مود والكلام دوت، هبدا الاقي التولز اللي فيها 3D مود هو اصلا المفروض ايه بيعمل لي لون ليها ازرق، بس انا عشان فتحتها اول مره فغلط مش باينه معايا. بيبدا يحدد لك قوائم اللي هي 3D مود في القوائم هنا باللون الازرق بمعنى اصلا. عايز ارجع للوضع اللي انا عليه، بختار محمد سالم هنا عادي جدا بيرجع لي الوضع اللي انا عليه. بس ديت قوائم، دي القوائم اللي احنا الحاجات اللي احنا هنحتاجها فيها سريعا جدا، وهنعرف بقى الحاجات الثانيه يعني الحاجات اللي احنا مش خدناها بالتفصيل هنعرفها بعد كده من خلال الشغل ان شاء الله. وهنبدا نبدا بقى دلوقتي في السليكشن. ادوات السليكشن كتيره جدا، وادوات السليكشن دي هي اللي بعمل بيها كات، عايز اعمل بيها موف، عايز اعمل بيها حاجات كتيره. يعني السليكشن ده يعتبر حاجه اساسيه، لان بعد السليكشن في مراحل كتيره يعني. فانا احنا دلوقتي عايزين نشوف ادوات السليكشن بتاعت اي صوره، اللي انا عايز احدد اي صوره احددها ازاي واقدر اشتغل عليها ازاي، وايه الادوات الكويسه وايه الادوات اللي مش كويسه، وايه الادوات اللي بتدينا شغل بدقه عاليه وايه الادوات اللي بتدينا شغل سريع وهكذا. هنفتح صوره عاديه مثلا زي ديت، عايزين نعمل لها سيليكشن او عايزين نشوف ادوات السيليكشن اللي موجوده معانا ايه هي. اول حاجه عندنا ريكتانجل سيليكشن. ايه الريكتانجل سيليكشن دوت؟ تاني اداه اختصارها في الكيبورد ام. لو انا اتكيت كليك يمين على، لو احنا قلنا ان مش قلنا القصه دي، ان اي سهم اي اداه موجود تحتها سهم صغير كده زي ما انتم شايفين، لو اتكيت عليها كليك يمين هيبقى اكيد في قائمه جوه الاداه ديت، يعني مش هي اداه واحده لا، ده مجموعه ادوات جوه بعض بس هم كلهم بيستخدموا في غرض واحد، هو البرنامج بيعملهم في مجموعه واحده بمره صح. فانا اتاكد كليك يمين بيفتح. فهنا بيقول لك الريكتانجل تول واللي هو الالبيتك تول والسنجل والرو والسنجل كولم، هنحتاج بس منهم اللي هو الريكتانجل والالبيتيكال. هنبدا نشوف ان الريكتانجل بيعمل سيليكشن مستطيل بمعنى صح. طب انا اللي عايزه يعمل سيليكشن مربع، كنا قلنا لو احنا عايزين نعمل فري ترانسفورميشن وقلنا ان احنا عايزين مش نحافظ على السكيل بنتكى تكيف، هو نفس الوضع. انا عايز احافظ على الابعاد بيتكى اف واسحب بيحافظ على الابعاد المربع، بيبقى مربع بيتحرك معايا تمام جدا، مربع هو بيتحرك معايا مفيش اي مشكله. لو انا عايز اعمل مستطيل بروح جاي متكى عادي واحدد اللي انا عايزه خلاص مفيش اي مشكله تمام. طب انا لو عايز احدد الشكل ده، انا عايز اقص الشعر اللي هو الاحمر بتاع سوبرمان دوت من غير اي خلفيه بيضاء. فانا لو عملت مربع كده وعملته سيليكشن بالظبط كده مثلا وبتاع، وعملت مثلا كات، لما ده قلنا على قلنا عايزين اديت وكات مثلا ويعمل لك كات، وعايز اعمل له مثلا نعمل افتح صوره جديده، عايز اعمل له فيه
بس انا مش عايز الخلفيه البيضه دي، فمش معقوله بقى هقعد اعمل ريكتانجل وامسح ريكتانجل وامسح والكلام دوت، تبقى مزعجه جدا. فيبقى هنا اداه الريكتانجل مش تنفع معايا. طب ايه تاني ينفع ممكن نستخدمه؟ هو في اللي هو شكل البيضه وممكن نستخدمه، بس هنستخدمه ازاي برضو؟ لو يعني لو عملنا قعدنا نحدد كده مش هنلاقيها ظريفه. نحددها كده برضو مش هتبقى ظريفه، هبقى محدد برضو هيبقى معايا جزء ابيض كبير مش محتاجه. فانا اكيد في اداه احسن من كده ان شاء الله هتعمل لنا الشغل ده، بس انا بحتاج هنا دلوقتي الريكتانجل. سواء انا عايز اعمل تحديد مربع بيبان معايا، بتك شيفت واسحب بيكون معايا، سواء انا عايز اعمل تحديد دائري او بيضاوي بتك اختار الشكل البيضاوي، عايز اعمل دايره بتك برضه شيفت واسحب الاقي الدايره بتعمل معايا مفيش اي مشكله، دايره بمعنى صح مش بيضاوي بمعنى صح. طب في ايه في الاداه ديت بيظهر لي فوق؟ اي اداه لما بتك عليها بيظهر لي تولز جواها برضه فوق هنا في الشريط ده. هنا بيظهر لنا ايه؟ هنا بيظهر لنا سيلكشن، هنا هنا المربع احنا مختارين الريكتانجل فبيظهر لنا الريكتانجل. طب ايه ده دوت؟ لما انا لو الايقونه دي متفعله يبقى انا دلوقتي بعمل شيب جديد او سيلكشن جديد. اول ما بتك على السكرين بتاعتي بيبدا يعمل شيب جديد. طب انا لو اتكيت على اللي هو المربعين اللي جنب بعض دولت هيبدا يعمل ايه؟ هيبدا يعمل اضافه لشكل السلكشن على السلكشن القديم، يعني مش هيعمل سلكشن جديد، لا ده هيضيف لك على القديم. يعني انا لو عملت كده هيبدا يضيف لك ده على ده. طب انا لو عملت كده مثلا وسحبت هيبدا يضيف لك ده على ده. اشوفها اوضح مثلا في حاجه سمرا زي كده اهو، سلكشن زي كده اهو. لو انا بختار الاداه ديت هيبدا يضيف لك سيلكشن اهو معايا، وهتلاحظ ان في علامه زائد اصلا معاك على السيلكشن، يعني في علامه زائد كده جنب السهم تلاقيها منضاف عليك، يبقى انت كده بتزود بمعنى صح، بتزود اهو، بنزود سيلكشن بنزود سيلكشن. طب انا لو عايز اطرح الاداه التانيه بقى اللي هو مربعين بس واحد منهم بالغامق والتاني فاتح، بيبدا يلاقي علامه نيجاتيف جنب السهم اللي انا شغال بيه، فابدا اطرح الاقيه بيطرح من الشغل بتاعي، بيطرح اهو، بيطرح من السلكشن وهكذا. طب انا ايه تاني؟ طب انا مش محتاج بقى كل شويه اقعد اتنقل بين الايقونات دي، فممكن اعمل ايه اهو وانا فاتح عامل سلكشن اهو مثلا عايز ازود، بتك كده على الالت الاقيه الشيفت بيقول لي ايه؟ لا بدا يظهر علامه الزائد، يبقى انا كده هزود. يبقى انا لو عملت وانا عامل تك شيفت هيبدا يزود معايا سلكشن جديد على سلكشن قديم اهو، يبدا يزود معايا. طب انا لو اتكيت الت هلاقي علامه النيجاتيف ظهرت معايا، يبقى انا كده هبدا اطرح. يبقى انا لو عملت كده اطرح من الصوره وهكذا. يبقى شيفت ازود سلكشن سواء في ريكتانجل او لو حتى انا جبت البيتك مثلا، يعني انا جبت الشكل البيضه وعملت شيفت فهيبدا يزود معايا. فهيبدا مثلا لو انا عايز اعمل حاجه زي كده ماشي، وبعد كده رحت عايز اطرح بقى عشان اعمل اوب مثلا او حاجه زي كده، فيبدا يعمل لي سيلكشن كده. طب انا لو عايز اعمل مثلا ممكن نعمل ايه تاني؟ ممكن نعمل ريكتانجل كده يوصل بين دوت ونزوده اهو ماشي. ممكن نعمل بقى نحط خلفيه بيضاء، عملنا مأذنه مثلا كده سريعه جدا يعني ماشي. فانا شيفت ازود نقص تك الت وانا بعمل سلكشن في اي اداه سلكشن، مش في الريكتانجل بس ولا في البيتك بس. ايه تاني من ادوات السلكشن برضو بنستخدمها؟ هنبدا نشوف بقى الاداه وعايزين نعمل دي سلكت بكنترول دي كنترول دي او سلكت واختار دي سلكت، هنا اختصارها كنترول دي. ايه تاني من الادوات عندنا؟ الليستول اداه بتستخدم ازاي؟ ببدا تظهر معايا اهي لما بختارها، وببدا اتك عند اول نقطه واسحب اداني متك على الزرار بتاع الفار واسحب، يبدا يعمل خط كده وهمي، خط اهو خط 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 اداني ماشي ماشي على الاحرف 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 احرف 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 لحد ما اقفل الدايره كده، يبدا يعمل لي السلكشن اهو عمل لي السلكشن. انا عايز اعمل لها كنترول كات، وبعد كده اروح اعمل كنترول مثلا فتح كنترول في يعمل لي بيست عادي.
وطبعا برضو ممكن بقى انا امشي ايدي كويس، يعني انا مشيتها سريعا كده على السور، انا عايز اعمل سيليكشن محترم، فبروح جاي بقى مقرب مزوم كنترول بلس وابدا ازوم عليها، اروح جاي واقف كده عند اول الصوره، اروح جاي ماشي بالراحه 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 بالراحه. بس طبعا دي مش فعاله، هو يعني ليه مش كويسه؟ معلش انا مش ضامن ايدي يعني، وبعد كده لو انا بعمل سيليكشن لحاجه كبيره مثلا ايدي باظت في حته يعني، بص كل اللي انا عملته، فديت الليست تول مش كويسه قوي، في اداء احسن منها هنقابلها دلوقتي. في بقى اللي هي اللاس تول، بس اللي هي مضلعه. يعني ايه مضلعه؟ يعني انا بروح جاي مزوم كده، متكي اول نقطه لاني متكي متكي قصدي اه، بروح جاي باك متكي عند اول نقطه، بتروح يمشي معايا الاقي خط كده ماشي معايا، اتكي عند النقطه التانية اللي انا عايز اقف عندها، فببدا اروح جاي متكي عند النقطه التانية، وبعد كده اروح جاي النقطه التالتة انا عايز اقف عندها، اروح جاي متكي التالتة اللي انا عايز اقف عندها، اروح واقف عندها، اروح جاي متكي عند النقطه اللي مثلا هنا عشان ابدا، وهكذا وهكذا لحد ما اروح مغير مخلص الشكل كله معايا. الاداه دي هنستخدمها ازاي في السليكشن؟ هقول لكم ازاي. دي يعني يعتبر احسن تاني اداه في السليكشن هنستخدمها. طب وازاي هنستخدمها؟ هبدا اقول لكم دلوقتي. نبدا نمشي نقطه نقطه كده بخطوط صغيره خطوط صغيره صغيره، نبدا نمشي كده لحد ما عمل لي سيلكشن. دلوقتي انا لو عملت كوبي وفتحت مثلا مجموعة جديد وعملت بيست، اه لا هلاقي التحديد كويس شكله ظريف احسن من التاني، فيبقى هنا التحديد كويس لو انا اشتغلت عليه بدقة اعلى. يعني ازاي بقى اللي انا اشتغل بدقة اعلى؟ اروح جاي مزومين على الحتة الشغل اللي احنا هنشتغله، اروح جاي مزومين جدا كده، نروح جايبين الاداة اللاسو تول المضلعة، ونبدأ بقى نمشي بيتش صغيرة يعني خطوة صغيرة، يبقى خطوتنا صغيرة على الأطراف كده، نبدأ نقطع واحدة واحدة، تبدأ الصورة تقص معانا كويس، تبدأ تقص معانا كويس مش هيبقى فيها عاية. وأروح جاي محرك كده وأبدأ أمشي واحدة 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 لحد ما أخلص السليكشن ماشي. ولو أنا عايز أعمل في الكيرفات اللي جوا دي بعمل إيه؟ برضه بصغر الخطوة بمعنى أصح، أروح جاي كده أهو مصغر خطوتي، صغر خطوتي أهو أهو اهو، ونقطة وتكة واحدة 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 بس لحد ما اخلص السليكشن كله. هي دي اداة كويسة جدا في الشغل بتاعها، جمالها انها بتمشي نقطة نقطة، لو غلطت في نقطة بترجع كنترول زد او كنترول الت زد بترجع نقطة بترجع باك عادي، ما بتبص عليك السليكشن بمعنى اصح وتخلص هكذا. ديت كويسة كده، بروح جاي مزوم على الصورة بزوم قوي، وبعد كده ببدأ امشي نقطة نقطة مع الصورة لحد ما اخلص قطع بتاعها. دوت اللاسو تول. طب ايه تاني في الماجنتيك لاسو تول؟ ديت ماجنتيك يعني ايه؟ بتنجذب للون، يعني ديت كويسة جدا في لما يبقى في خلفية مثلا بيضة واللون التاني ايه مختلف عنها، فبتبدأ ديت تبقى جميلة جدا. ليه؟ لان انا بتك تك كده وامشي على اللون اللي انا عايزه، بلاقيها جاي بتبدأ هي تشتغل لوحديها اصلا، تنطلق على اللون، تبدأ تعمل لك نقاط على اللون بمعنى اصح. بص 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 يعمل لك نقاط على اللون، تبدا تعمل لك ايه سيلكشن 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 على اللون على اللون على اللون على اللون على اللون لحد ما اقفل السيلكشن. واقفل السيلكشن اقدر اعمل كوبي عادي جدا واعمل له بس في اي حته اهو، اعمل له بس تي عشان اعمل له انفرت، دي الصوره اللي احنا عاملين لها كوبي اهي واضحه مفيش فيها حاجه اهي، ادي عملنا الصورة اللي احنا كنا اللي احنا قطعناها. دي كويسة لما يبقى الخلفية بيضة ومفيش اي الوان متداخلة، لكن لو الخلفية مثلا مش بيضة فبضطر استخدم اداة تانية، سواء اللي بشتغل بالسطور المضلعة اللي احنا بنقرب ونبدأ نقطع واحدة واحدة كده نقطة نقطة كده بالراحة، ومن كتر الشغل اللي هتقعد عليها هبقى سريع جدا فيها مفيش مشكلة. يا اما بقى بشتغل بالبين تول، دي الأداة اللي احنا هنعرفها ان شاء الله في مرة جاية. ديت هي الأداة البروفيشنال في الكالينج في البرنامج معنا صح، والسليكشن دي أحسن أداة تعمل سليكشن في البرنامج والناس المحترفة بتستخدمها ان شاء الله، وهنعرف ازاي نستخدمها. عايز ارجع كنترول الت زد ارجع زي ما انا كنت،
طب ايه الاداه بقى؟ في اداه اسمها الماجنتيك ويند تول. ايه الماجنتيك ويند تول ديت؟ اداه بتحدد لك اللون اللي انت بتتكري. انا حطيت اللون الابيض كده، فببدا احدد اللون الابيض. طب ايه هستفاد منها ازاي؟ انا حددت الابيض، طب انا عايز اصلا اللي جوه، مش عايز دوت، انا عايز الصوره العلامة سوبرمان. اعمل ايه؟ اه لا، ما احنا كنا خدنا ان في حاجه اسمها انفرس كنترول شيفت اي، تعمل لنا ديس عكس للانفرس. يعني انا لو كنت اعمل سيلكشن الابيض دلوقتي، عايز اعمل سيلكشن للتاني، فاعمل انفرس بكل بساطه كنترول شيفت اي، هيبدا يحدد لي الشكل اللي انا عايزه اصلا. فيبقى انا ديت حاجه تفيدني جدا لو انا بعمل سيلكشن مثلا لحاجه خلفيتها لون واحد، حاجه فيها هي لون واحد اصلا، فبتكه بالماجيك ويند تول على اللون اللي انا عايز اللي انا عايزه مثلا، او اللي هو اللون الواحد ده، سواء انا عايزه باخده خلاص يبقى هو انا معمل له سيلكشن دلوقتي. طب انا مش عايزه، لا انا دلوقتي ممكن اعمل انفرس، بيظهر لي بيحدد لي الحاجه اللي انا موجود ان هي موجوده جوه اللون اللي انا عملت له سيلكشن. ديت الماجيك كويسه جدا، بنستخدمها في السيلكشن لما يكون لون واحد، فعاله جدا وبسيطه وسهله، بتكه واحده ممكن اشيل اي خلفيه بيضاء، ممكن خلفيه سوداء، هكذا يعني. بمعنى صح، ايه تاني في السيلكشن؟ هنا مش هنحتاج دي كروب لما اكون عايز اقص صوره، البراش الكلام ده كله مش هنحتاج حاجه هنا غير البن تول. هي ده دي البن تول. البن تول فكرتها ان انت برضو زي اداه اللاسو تول المضلع، بس بتمشي نقطه نقطه بقى، وممكن تعمل كيرفات. يعني لاحظ في كيرف بدا يتعمل معايا، مجرد ان انا بتحرك كده واتك الت اقدر اتحكم في الدراع بتاع الكيرف وابدا احرك فيه زي ما انا عايز، وهكذا يعني. فلذلك طبعا بتبقى يعني فعاله جدا، ان احنا ممكن نقص صوره زي ديت في ثواني. اهو انا اقدر اقص لك الصوره دي مثلا في ثواني بالبن تول اهوت. اعمل سيلكشن، اه عملت سيلكشن في 4 تكات بالظبط، 4 كليكات عملت سيلكشن للصورة بكل بساطة. أداة سريعة طبعا، تحتاج ان انت تتعود عليها كتير عشان تبدأ تشتغل عليها، بس هي احسن أداة. عملت سيلكشن في ثواني، اعمل كنترول كات كنترول في كنترول تي واصغر كده اهي، عملت سيلكشن بطريقة جميلة جدا في ثواني بسرعة بالبين تول. هنتعرف عليها بعدين ونبدأ نشوفها ازاي نشتغل عليها بإذن الله. دلوقتي احنا خلاص خدنا ادوات السيلكشن، طب احنا دلوقتي عايزين نعمل ايه؟ احنا عايزين نعمل دلوقتي، احنا معانا صور زي الصورة دي والصورة دي، عايزين نعمل بينهم صورة زي الصورة دي. هنعمل نفتح الصور اللي معانا ديت، تمام، نشوف ادي الصورة دي والصورة دي، عايزين نقص الصورة دي ونبدأ نحطها على الخلفية دي عشان تطلع معانا صورة زي الصورة ديت. محتاجين نكتب عليها طبعا كلمة رايت اوف فاي مثلا، ونلون التيشيرت حاجة زي كده، ونبقى واخدين برنت سكرين عشان نعمل الشريط اللي هو الأدوات اللي شريط الستارت بار تحت دوت، عشان نبدأ نعمل خلفية للديسكتوب بنفس الديسكتوب بالظبط، تبقى متناسقة عليه بنفس الأبعاد. طب ازاي نعمل حاجة زي كده؟ نبدأ نشوف. أنا دلوقتي لو أنا فاتح الفوتوشوب وعايز أعمل سكرين للديسكتوب، فبعمل ايه؟ اتك برنت سكرين عادي خالص. اول ما اتكيت برنت سكرين، المفروض ان انا افتح مشروع جديد او صوره جديده، واعمل كنترول في اللي هو بيست عشان ايه احط فيها الصوره اللي انا عملت لها برنت سكرين. طب انا لما افتح الابعاد بتاعت الشاشه بتاعتي كام في كام؟ كل واحد المفروض بيبقى عارف الشاشه بتاعته ابعادها كام في كام. بس الفوتوشوب فيه ميزه جميله جدا، ان انت لما بتيجي تعمل نيو هتلاقيه هو اوتوماتيك اصلا عارف ان انت عملت برنت سكرين، فهو بيكتب لك ابعاد البرنت سكرين، بيقول لك ان انت ابعاد الشاشه بتاعتك 1366 بكسل في 762 في 768 بكسل، بس الريزوليوشن بيعملها لك 72. انت بتقول له انا عايز اعمل ريزوليوشن 300، تكل اوكي، فبيفتح لك ابعاد بتاعت الصوره بتاعتك. فانت لما تعمل كنترول في هتنزل البرنت سكرين بالظبط في الصوره اللي انت عملتها، في الصوره اللي احنا فاتحينها. ليه؟ لان هو بيقرا الابعاد بتاعت الشاشه بتاعتك اول ما بتعمل برنت سكرين، هو بيفتح لك مشروع بنفس البدايه ديت لما تيجي تعمل نيو بنفس الابعاد ديت، ومجرد ان انت بتعمل كنترول في بيعمل لك اللي هو البرنت سكرين اللي انت اخدتها، بيحطها لك في الملف الجديد اللي انت فتحته ده. طب انا دلوقتي عايز اعمل ايه تاني؟
احنا قلنا ان احنا عايزين نعمل صورة زي ايه، زي دي، خليها مفتوحة معانا كده عشان نشوف. عايزين نعمل نقص ال نعمل الخلفية ديت اول حاجة، هي الخلفية معانا اهيت، بس هي مش كده، هي دي الخلفية اللي معانا. فانا عايز اعمل لها سيليكشن، وبعد كده اعمل لها اخدها في الصورة الجديدة، وبعد كده اعمل لها ايه روتيشن، وبعد كده اظبطها على مقاس الصورة اللي عندي. فبعمل ايه سيليكشن، عايز اعمل سيليكت اول، اروح اعمل ازاي سيليكت اول، كنترول ايه ماشي، عايز انقلها بروح جايب اداة الموف تول. الموف تول في البرنامج الفوتوشوب اول اداة خالص فوق اهيت، علامتها علامة سهم اهوت، واللي هي علامة التحريك جنبه، اتك عليها اختصارها في الكيبورد، لما اقف عليها اهوت هيقول لي ديت الموف تول اهيت اهو، ادي الموف تول يقول لك اختصارها فيه. فانت تروح جاي متكي على عامل سيلكشن، تروح جاي ساحب لحد ما تحط الملف الجديد، انت تروح حاطط هنا الصورة. طب انا عايز اعمل لها فري ترانسفورم، اعمل ايه كنترول تي، اروح جاي اعمل لي فري ترانسفورم. عايز اعمل لها ايه، عايز اعمل لها روتيشن، عايز اعمل لها روتيشن مثلا كده، بس انا مش عايزها كده، انا عايز اعمل لها الناحية التانية، فممكن اعمل لها ايه فليب هوريزونت، فيروح جاي اعملها لي كده، اروح جاي حاططها على الطرف عادي مفيش مشكلة. طب انا لو عايز اشدها اروح جايب السهم هنا وشادد، مفيش اي مشكله للصوره كده، خلاص تم كده عملنا الصوره اللي احنا عايزينها. طب انا دلوقتي عايز اعمل ايه تاني، عاوز، احنا قلنا ان الفوتوشوب بيتعامل مع الصور على انها لايرات. يعني ايه لايرات؟ طبقات فوق بعضيها، كل طبقه فوق التانية. يعني الصوره ديت دلوقتي هي اللي فوق، فهي اللي ظاهره. لو انا البرنت سكرين اللي انا خدتها، انا قفلت ديت في عين كده جنبي، لو انا طفيتها يبدا يعمل لك البرنت سكرين، وفي خلفيه بيضاء لو انت قفلتها هتظهر لك لما انت تقفل. فهو الطبقات فوق بعضيها، كل طبقه تظهر، اللي فوق هي اللي بتظهر، واللي تحتيها ما بيبان الا لو في مساحه من الطبقه اللي فيها تظهر منها. يعني لو انا ديت كده تظهر، لا بدل هي البيض. طب انا لو شلت مثلا منها الحته دي كده، كملت لك بقت مش موجودة، بقت مش موجودة في الطبق، فلازم تظهر اللي تحتيها بمعنى أصح. فأنا دلوقتي، أنا دلوقتي حاطط الصورة ديت فوق خالص، اللي هي عملت لها ديت، عملت لها محطوطة فوق خالص في التوب بتاع الرود. فأنا لو عايز أظهر قائمة الستارت اللي تحت اللي احنا قلنا عايزينها ديت، هنعمل ايه؟ عندي حلين، يا اما بعمل لاير جديدة من اروح جاي محدد دوت مثلا اللي هو الستارت دوت بار، اروح جاي واخد فلاير جديده واحطه فوق اللاير اللي هي الاولانيه زي كده، اروح جاي عامله كده، واروح جاي عامل له كوبي زي كده كنترول في، واروح جاي حاطط اللاير بتاعته ديت، اروح ظاهرها، اروح شارد اللاير بتاعته اخليها فوق هتبقى محطوطه فوقيها كده. يا اما اروح جاي في الشكل دوت، اروح جاي في الصوره ديت وقاصص الجزء اللي تحت بتاع الستارت بار اللي هو هنا ده، اروح جاي قصه بحيث ان هو يبقى هو اللي موجود معايا بمعنى صح. اروح جاي على الصورة دي محددها، اروح جاي قص، فيبدأ هو اللي يبقى ظاهر معايا مش اكتر. بس يبقى انا عندي خيارين، يا اما احط اعمل لاير جديدة لي، اعمل له كوبي سيلكشن بالريكتانجولر، وبعد كده اروح احط كوبي، راح اعمل له بيست فوق واحط اللاير بتاعته في الاول خالص فتبقى فوق الصورة، يا اما اروح جاي اعمل كات للصورة اللي هي الخلفية، اقطع منها الحتة اللي تحت فيبان الايه اللاير اللي هو تحتيه، لان مفيش فيه حاجة هتغطيه عليه دلوقتي. دي اول حاجة. دلوقتي احنا خلصنا من دي، ممكن نقفل عادي كلوز. عايزين بقى نقص الصوره دي، الصوره دي نقصها ازاي؟ الصوره دي كشغلنا المفروض نقصها في ثواني بحاجه اسمها ايه، الايمج، الايمج وانت تول. ليه؟ حدد الابيض، حدد في ثواني تكه واحده، وانا عايز اخد صوره الولد، فبعمل كنترول شيفت اي يعمل لي انفس، مجرد ان انا اعمل في واروح جاي محرك حتى ما اخدها عندي صورة جايه بسكيل كبير، فبروح اعمل ايه كنترول زوم اوت، كنترول ماينس بمعنى اصح، اروح منقص واعمل فري ترانسفير، اروح جاي مصغر اهو، بس ايدي على الشيفت عشان نحافظ على الابعاد، اروح جاي ساحب واروح ايدي على الشيفت، اروح جاي ساحب، اروح جاي مزوم عشان اشوف الشغل بتاعي، او كنترول مثلا زيرو اعمل لي فت، اروح جاي معاها حاططها كده، اروح جاي متكي اوكي تمام، حط الصورة اهي بكل سهولة جدا مفيش اي مشكلة. طب لو صورة مثلا مش خلفية بيضة او كده، بضطر بقى امشي عليها بالايه باللاسو تول اللي هي المضلعة، وامشي نقطة نقطة لحد ما ايه ما اقصها، او من خلال البنتول اللي هنعرفها بعدين ان شاء الله في حصة لوحديها باذن الله.
دلوقتي احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نكتب على الصورة. فنكتب ازاي؟ الكتابة على الصورة تبقى بحرف التي. ف هو جاي متك على التي، هيبدأ يعمل لي كتابة. اكتب ايه؟ تراي تو فلاي فلاي، تكا اوكي، تكا انتر. بس مش انتر اللي في وسط الكيبورد، لا ليه، لان انتر اللي في وسط الكيبورد هتنزل لنا على سطر جديد. بتك انتر اللي هي في الحروف في الارقام، لان دي هي اللي بتطلع لي من الامر وتتكلي انتر، لكن التانية بتنزلني في سطر جديد. طب انا كتابة كبيرة عايز اصغرها، كنترول دي، بعمل في ترانسفورم وابدا احرك عادي خالص واصغر فيها واصغر فيها. تمام، اصغر وانا متكي على شيفت عشان تحافظ على الابعاد. وانا اللون مش عاجبني بروح جاي متكي تي تاني، بروح جاي متكي على حرف التي هنا، بروح جاي متكي على الكتابه اللي انا واقف عليها، كليك هيبدا اعمل سيلكت اول كنترول ايه، واروح في اللون فوق اهو، اضغط بدل ما هو اسمر اخليه ابيض مثلا، اروح جاي هو بقى لونه ابيض دلوقتي، اتك انتر الايه على اليمين خالص، واروح جاي ساحب الكلمه فوق كده، هيبدا ايه يروح جاي محركه معايا. تمام جدا، بس دوت كده عملنا الكلمة وكلام، وفاضل ان احنا نلون ايه الصورة. فاضل ان احنا نلون الصورة بتاعت التيشيرت دوت عشان تبقى معانا زي كده، اللي هو التيشيرت باللون الابيض. فلونها ازاي؟ احنا عشان نلون حاجة زي كده قلنا بنعمل ايه؟ مش قلنا لسه، هنقول. تمام، بروح جاي فاتح لاير، عامل لاير جديدة، بروح جاي عامل لاير جديدة. ازاي اعمل لاير جديدة؟ قلنا عشان نعمل قائمة اللايرات هنعرفها كده كده من هنا. ففي طريقتين لعمل لاير جديدة، كنترول وشيفت وان، هيقول لك عايز تعمل لاير جديدة اسمها ايه، والكلر بتاعها هتقول له نان لان احنا مش عايزين نعملها بلون، وتكل اوكي. هيعمل لك لاير جديدة اسمها 5 متسجلة فوق اهيت، تبدأ تعمل فيها اللي انت عايزه. طب انا اللي عايز اعمل لاير جديدة من غير ما اتك كنترول شيفت ان، بتك او كرييت نيو لاير، علامتها تحت اهيت الايقونة التانية من على ايدنا اليمين، هلاقي كرييت نيو لاير، اتك عليها هيبدأ يعمل لي لاير جديدة اوتوماتيك على طول. تمام، طب انا دلوقتي بعد ما عملت لاير جديدة انا عايز اعمل لاير جديدة وابدأ الونها بحيث انها ايه تتلو، تبقى فوق اللاير بتاع الفلاينج دوت الراجل بتاع دوت، بحيث انها تبقى مش اريا غير المساحة اللي تحتيها اللي هي فيها الصورة بتاعت الوقت. فبعمل ايه؟ بعمل كنترول شيفت ان، هقول له يوز، في علامة شيك هنا، هنا يوز كرييت الماسك اللي تحتيها، فهو هيقراها كأنها الصورة اللي تحتيها بالظبط. يعني لما اجي اعمل مثلا اروح جايب براش فرشة واروح جاي ملون، مش هيلون هنا هو، يعني انا بتك اهو مش بيلون. ليه؟ هو مش قاري غير انها تبقى في الحته دي فقط اللي هي هنا دي، فمش يلون لك غير على الحته اللي فيها صوره الولد بمعنى اصح، لان احنا ربطناها ببعض، ونلاقي في سهم كده صغير يدل على اللاير اللي تحتيها اللي هي صوره الولد، ان هو مربوطين ببعض. يعني لما نيجي نحرك هنلاقيهم بيتحركوا سواء، هنلاقيهم هلاقيها لما اجي قصدي الون هلاقيها هي مش بتلون غير عليها بس، لانها مش مربوطه باللي تحتيها بمعنى اصح. طب انا دلوقتي عايز امسح كل اللي فيها تاني واعمل لاير جديده، واروح جاي رابطها باللي تحتيها اللي هي صورة الولد. عايز الون التيشيرت، فبروح جاي مزاوي مع التيشيرت كده، وانا عايز الونه ايه لون ازرق، فبروح جاي مختار اللي هي اللون دوت واختار لون ازرق. فلما بتك عليه بيفتح لي باليتة الالوان كلها، هنا هي الالوان معانا كلها، ببدا احرك هنا واختار لون ازرق. طب انا عايز اتك مثلا على اللون الازرق اللي موجود في الصوره اصلا، مجرد ان انا ببقى على الصوره بيظهر لي علامه اللي هي الماجيك كلر، اللي هي مجرد ان انا اتك يختار اللون اللي انا واقف عليه، اتك يختار اللون، اختار اللون اللي عايزه، اختار اللون الاخضر، اختار اللون هنا، هكذا. انا بختار اللون اللي هو هنا وابدا الون بيه، الون بيه التيشيرت فقط. قال لا، طب انا كده ده بيدي براش، يعني بجيب اداه براش الاول هي هنا، وبعد كده بروح جاي اعمل لاير جديده ورابطها باللي تحتيها، بختار ان انا اعمل شيك على العلامه بتاعه الماسك كرييت، وبعد كده بروح جاي بختار اللون اللي انا بروح جاي متكي على باليتة الالوان، ويروح يختار اللون الازرق اللي انا عايزه واتكي اوكي. فبيبدا يعلمني على الايه اللون الازرق وابدا الون بيه عادي مفيش اي مشكله. طب وبعدين؟ طب ايه ده، ده انا كده بدي لون عادي خالص. اقول لك استنى ما تستعجلش، ما احنا هنعمل حاجه تانية هتخلي اللون ينزل على اللي تحتيها كانه كلر عادي. اروح جاي اعمل كده ملون لون خالص، خلينا نلون التيشيرت كله كده، وبعد كده هنمسح اللي احنا عايزينه وكده كده في ايدنا. واروح جاي هنا، في هنا اسمها المود بتاع اللاير بمعنى صح، هو هنا نورمال، لا انا اقول له انا مش عايزه نورمال، انا عايزه كلر.
فيروح جاي عامل لي لون ازرق زي كده. طب تاني عشان نركز مع بعض، هو بيبقى نورمال، بيبقى حاجة زي كده. انا لونت الولد كله التيشيرت لحد ما خلصت، وبعد كده رحت جاي من مود هنا بدل ما انا خليتها كلر تحت كده. وفي كذا مود يعني، في حاجات كتيره ممكن اقعد اغير فيها، هتلاقي في افكتات تعجبك يعني. انت لو حاطط صورتك مثلا وحطيت مثلا وقعدت تغير في المود بتاع اللاير كده، هتلاقي في افكتات حلوه على الصوره ممكن تعجبك وتسيبها وتبقى شكلها ظريف كده. فاحنا بنختار هنا الكلر، وبعد كده بنروح جايبين بقى الاريس اللي هي الاستيكه بمعنى صح، هي علامتها هنا اهيت، وهلاقي اختصارها الاي بمعنى صح، اريت بمعنى صح، اول حرف منها هو الاختصار ده. فبروح جاي جايبها وامسح الزيادات، الزيادات بتبقى على شكل براش زي كده، بروح جاي اقوم محددها. طب انا لا عايز اكبر الاستيكه، انا هعرف دلوقتي، بروح جاي متك كده كليك يمين، هيظهر لي السايز بتاعها والهاردنس والاشكال بتاعتها كمان. فانا اروح جاي بس مزود السايز دلوقتي كده، هيبدا يكبر معايا، ازود كده يبدا يكبر معايا، بقت كره كبيره ازاي. طب عايز اصغره، لا خليها كده مثلا حاجه زي كده وبس. واروح جاي ببدا بقى اقص ايه في اللي هو الابيض دوت، انضفه خالص، انضف الابيض اللي هنا ده، اروح جاي مصغرها فاتح كده ومصغرها عشان انضف كويس، جاي ماشي في الخط اللي هنا ده كده، الحته البيضه دي هكذا، الحته دي عشان ده الوش طبعا مش يقدر يتدور اكيد كذا. اروح جاي في حاجات غلطت فيها، فممكن اجيب البرش تاني اختصارها بي، او اجيب الايقونه بتاعتها من هنا، اروح جاي متك عادي خالص، يبدا يلون خلاص كده خلصت. ارجع كده الاقي التيشيرت اتلون، مفيش اي مشاكل وبقى شكلها ظريف. هو ده الخلفيه اللي انا كنت عاوز اعملها. هي لو فتحنا كده الصوره اللي معانا هنلاقيها هي نفس الصوره اللي معانا، تمام مفيش اي مشكله، تمام جدا. طب انا عايز اعمل الصوره الثانيه اللي هي ازاي، هي دي الصوره دي اللي مختلف فيها، ان انا عايز اغير لون الخلفيه للون الاخضر، الولد هو لونه اخضر، فهشيل بس لاير اللي هي الازرق اللي انا عملتها ديت اشيلها احذفها. الطول اللي تحت بقى لونه اخضر، بس في الايقونات الفوتوشوب ايقونته زرقاء وهتنها زرقاء حتى لو احنا غيرنا الستايل بتاع الويندوز بتاعنا بمعنى اصح. فالايقونات بتدنها ثابته، اللون بتاع اللي هو الطول بار، الطول اسمه ده الستارت بار، هو اللي بيختلف بس مش اكتر. فانا بروح اعمل ايه، اروح راجعين. انا دلوقتي اول حاجه عارف ان انا مش محتاج اللاير بتاعه اللون، فممكن يا اما اخفيها يا اما اروح اعمل كنترول ديليت من الكيبورد، هتروح ممسوح، يبقى يا اما اشيل العين اللي هنا فتختفي، يا اما اروح متك ديليت من الكيبورد فتتشال، تمام. طب انا عايز الون اللاير اللي هي دهيت، اللي هي البيضه ديت اللي احنا معلمينها دلوقتي بلون اخضر. ففي كذا حاجه، في ان احنا نحط عليها لاير اخضر زي ما عملنا مثلا، ونعمل لها كلور كلر مثلا قصدي، ويبدا تبقى معانا تمام موجود. ممكن في حاجه روليو، هلاقي القايمه دي ظهرت، روح جاي مختار من هنا كولورايز، هيبدا يلون لي الخلفيه باللون بالوان بمعنى اصح. فانا اروح جاي من هنا مختار اللون الاخضر، وابدا العب بقى في الايه، في اسمه ده اللايتنس بتاعته اللي هي الاضاءه بتاعته والساتوريشن بتاعه برضه تركيزه بمعنى اصح. ممكن اقلل تركيزه كده، اروح جاي كده مقلله تمام، وهو كده اللون اللي انا عايزه تمام مفيش اي مشكله. الاخضر اهو تك اوكي خلاص تمام مفيش اي مشكله. طب احنا قلنا القايمه اللي تحت ديت عايزينها برضو نفس التدرج اللي احنا كنا عاملينه، فبروح جاي نازل على اللاير بتاعها، واروح جاي اعمل له برضو كنترول يو، افتح لي القايمه كولورايت، بعد كده اروح جاي مصغرها ومخليها خضر، جاي مزود البريدنس بتاعها خليها اخضر كده، ممكن ازود الاضاءه واقللها شويه كده تمام تمام. طب انا دلوقتي الايقونات انا عايزها تبقى بلون عادي طبيعي، ففي حلين، ايه الحلين؟ اول حاجه يا اما انا قبل ما اعمل الحركه بتاعت ان انا الون اصلا الستارت بار، ممكن اروح كنت اعمل كنترول جي من الصوره اللي هو اعمل دوبليكيت للاير، يعني اعمل نسخه كمان من اللاير ديت. او اعملها ازاي، ان انا اروح جاي ساحب اللاير دي على اللي هو نيو لاير، فيروح اعمل لك دوبليكيت منه على طول نسخه تانية منه، وتروح جاي ملون النسخه اللي فوق تمام.
تروح جاي ملون النسخة اللي فوق كنترول يو كولورايز كده اعملها اخضر تروح جاي مزود كده ماشي واروح جاي قصص من اللي فوق الحتة اللي انا عاوزها تحت يعني انا اروح جاي على الحتة اللي فوق ديت مقرب كده على ايقونة الفوتوشوب واروح جاي اعمل سيلكشن بين مثلا بالريكتانجلر اروح جاي ايه قصصها من اللي انا ملونها فوق دي فهيبان لي الايقونة الزرقاء على طول لان في تحتيها انا عامل نسخة اصلا باللون الطبيعي بمعنى اصح وهكذا برضو هنا ممكن اجيب اللي هو بتاع الدايرة اروح جاي متك شيفت عشان يحافظ على الابعاد وابدأ اشد كده لحد ما تبقى موجودة واروح جاي ساحب هكذا الفايرفوكس نفس القصة بالظبط نفس القصة مفيش اي مشكلة روح جاي برضو دل هكذا برضو الستارت هنا ودل هكذا دي السلكت خلاص الصورة اتعملت بثواني طب والحل التاني ان انا كنت احط الستارت اروح قطع الايقونات ديت برضو اروح اعمل لاير جديد وبعد كده اروح جاي رافعها فوق من الايقونات ديت واحطها فوق بمعنى اصح يعني اروح جاي ايه على اللاير القديمه دي اروح جاي قاطع منها وملونها وحاططها فوق بمعنى اصح بس الحل ده اسهل طبعا ان احنا عملنا لاير دوبليكيت وبعد كده لونا اللي فوق وقطعنا منها الحتت اللي موجوده اللي احنا عايزينها وبانت الخلفيه عادي زي ما احنا عايزين بالظبط مفيش اي مشاكل كده يبقى خلص درسنا النهارده وان شاء الله في هوم ورك احنا هنعمله هيبقى عباره عن ايه هيبقى عبارة عن الهومورك هيبقى صورة زي كده الصورة ده ده الصورة دوت الصورة ديت وهيبقى متاح معانا الخلفية دي مطلوب نعمل ايه مطلوب نعملها حاجة زي كده الصورة ديت دوت اتقطع من الصورة اللي هناك طبعا هناك الخلفية مش بيضة فمش هينفع نستخدم الماجنتيك على طول فهنضطر نقطعها باللاستول المضلع وبعد كده هنحطها هنا على الصورة دي بس هنا نلاحظ ان ده متلون المبنى ده متلون وفي حاجات مش متلونه فيه زي الساعه وزي العلم مثلا ودوت برضو الراجل دوت واخد لون معين فمضطرين نعمل له اللون دوت وفي كتابه على الارضيات هنكتبها بس طريقه عرضها بالشكل دوت هو ده اللي انا عايزكم تدوروا فيه وتحاولوا تعملوه بنفسكم وبرضو عملنا نفس الكتابه بالظبط بس بسكيل اقل شويه لانها بعيد والقمر ده معمول مش نظام صورة جاهزة لا دلوقتي انتوا تحاولوا تعملوه كده وعاوز ان شاء الله يعني تبحثوا ازاي تعملوا حاجة زي كده بس حاجة بسيطة كده ان شاء الله تطبقوها والمرة الجاية نشوفها في المحاضرة الجاية بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.